الديسير ديال بلالة منار كريم، ديسير بالكريم ديال الليمون والحليب، فهي رائعة ومجربة كيف ما كتبت لينا بين قوسين. المقادير: نص سترون ديال عصير الليمون، الليمون فوالا او الحامض، ما عرفتش واش الليمون ولا البرتقال. غادي نحتاجوا كذلك نص سترو ديال الحليب، 6 المعالق ديال النشا مايزينا، غنحتاجوا 8 المعالق ديال السكر فاني وحده، ساشي ديال فاني وحده، وجوج المعالق ديال الكاوكاو، لا ماشي كاكاو، الكاكاو فوالا وكذلك اولا في عوضها غنحتاجوا الشوكولا، يعني غناخذوا هذا الشوكولا فحسن. كذلك غنحتاجوا قطع ديال الفراوله وحباس ديال الفراوله للتزيين، غنخليوهم على جنب زعما غتخليهم صاينين باش نزينوا بهم هذا الديسير. طريقه: غادي ناخذوا اناء غادي نوضعوا فيه العصير على نار هادئه، غنزيدوا عليه 4 المعالق ديال السكر فاني، السكر وكنزيدوا عاوتاني لافاني، و3 المعالق ديال المايزينا، وغادي نحتاجوا كذلك نزيدوا نخلطهم مزيان بعدا حتى كتختار الخليط ديالنا، وهاد كيولي العصير اولا كنزيدوا عليه العصير ديال الحامض اولا البرتقال، ما عرفتش واش الليمون يعني عنا تبيه البرتقال ولا الحامض، حنا كنقولوا الليمون على البرتقال، ولكن يقدر الا خدينا اولا شفنا في مواقع اخرى كنلقاو ان الحامض يعني مكتوب على اساس انه هو الليمون، فوالا كيف ما كتعرفوا فهو اللغه العربيه الليمون والحامض. بالنسبه للخليط فحتى كيختار مزيان كنزيدوا عليه قطع ديال الفراوله، كنخليوه جانبا حتى كيبرد، كنخليوه فوق البوطه بعدا حتى كيختار، عاد كنزيدوا عليه قطع ديال الفراوله، عاد كنخليوه بوحديته. كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه الحليب على نار هادئه، كنزيدوا عليه 4 المعالق ديال السكر، 3 المعالق ديال المايزينا، وكذلك الكاكاو او الشوكولا غبره. غادي نحتاجوا كذلك نخليوه كيتخطر على فواحد الكاسرونه على نار مهيله حتى كيطيب على خاطرو او كيوجد على خاطرو، كنخليوه كيبرد شويه، ومن بعد كندخلوا الخليطين كنخلطوا كناخذوا الخليطين ناخذوا في نفس الوقت، لا بلاتي، كناخذوا وكنخويو في نفس الوقت الخليطين في كل واحد بوحديته في كاس، وكنزينوهم بحبات الفراوله وبالصحه والراحه. ان شاء الله نكون كيف ما كتبت لنا منار كريم هاد لا روسيت كيف ما وجد اولا قلتها لكم.